بس الإله واحد بس الله جل جلاله. الكلام ما خشلون في رسله كويس. ديل جو الأشاعرة لما انتم اشتغلوا كتب الأشاعرة كلها إذا قام يفسروا الشهادة بهذا المعنى. أبو جهل عليه لعنة الله ما كان عنده مشكلة، عارف إنه الله خالق، والمشركين كلهم عارفين إنه الخالق الله والرازق الله والمدبر الله، كويس معك؟ عارفين الكلام ده، لكن ده برضه شنو؟ ما دخلهم الإسلام، ده برضه شنو؟ ما عفهم، حاربوا النبي صلى الله عليه وسلم. عارفين ربنا قال ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم، ولئن سألتهم من خلقكم ليقولن الله. وفي آيات أخرى قل من يرزقكم من السماء والأرض أم يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقول أفلا تتقون. فعارفين اللي بيفسر الشهادة بمعنى لا إله إلا الله بمعنى لا خالق إلا الله، ده تفسير باطل غلط، لأنه إله بمعنى معبود، أي تصرف جميع العبادات لله عز وجل ثم تكفر بالآلهة الباطلة. تكفر شنو؟ لا إله إلا الله، تؤمن بالإله الحق، تدعو الله براو، دي معنى شهادة كده، تسأل الله براو، تستغيث بالله براو، اللي بيعلم الغيب الله براو، اللي بيتجنى الله، الرازق الله، تعلق قلبك بالله، دي معنى شهادة. لا معبود بحق إلا النبي صلى الله عليه وسلم، لا محمد رسول الله، أي لا متبوعة بحق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل ابن آدم يؤخذ من قوله شنو ويرد إلا صاحب هذا القبر وهو النبي صلى الله عليه وسلم. أي زول تاني ما في متابع إلا منه؟ إلا محمد بن عبد الله صلى الله عليه وسلم. لكن الليلة الواحد تقول له يقول لك ناس الدليل جو ديل الصوفية الدراويش، يقول لك ديل ناس جيب دليلك، ديل شنو؟ يقول لك ديل ناس جيب دليلك عشان تعرف ديل قمة البلد. ربنا قال في القرآن كده قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين في زعمكم. الخنجر زعم إنه الشيخ بنزل المطرة، قل هاتوا برهانكم إن كنتم شنو؟ صادقين فيما تقولون من الباطل، كل الباطل. البرهان قال لك الشيخ ذاته بيعلم الغيب، جيب الدليل، إحنا نجيب دليلك، ها رأيك شنو؟ ده الدين كده، لأنه رسولنا صلى الله عليه وسلم قال لنا كلام واضح، تركت فيكم أمرين ما تمسكتم بهما لن تضلوا بعدي، كتاب الله شنو؟ وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. خلاص الكلام إنه تعرف ما يجي زر نطق الشهادة معناه شنو؟ معناه خلاص. شكل الشيخ الألباني قال كلام في محاضرة بمعنى بعنوان مفهوم لا إله إلا الله، أنا أديك الكلام بمعناه. قال إن المشركين الأوائل، المشركين الأوائل ناس أبو جهل ديل كانوا عرب أقحاح، يعني ديل اللغة دي فاهمينها، الكلام اللي كان بيقولوا فيهم النبي صلى الله عليه وسلم كان بيقول لهم فيهم تماما، كلام واضح. وحدين أبو الإسلام حسدا من عند أنفسهم، واحدين أبو الإسلام خوف من اللوم زي ما عم النبي صلى الله عليه وسلم قال كده، قال لولا الملامة أو حذار مسبة قال لوجدتني سمحا بذاك مبينا. قالوا أنا يقول أنا تابعت الولد الصغير ده، قالوا لا دين ود عمنا ود أخوي ده دينه ده حق، لكن كان بقيت معاه يقول الزور الكبير الشايب تابع الود الصغير ده الحماوي يخش شنو؟ الإسلام. عرف الناس عرفوا الحق، لكن جزء منهم مكابرة، جزء منهم حسد زي أبو جهل، قال ده أولاد عمومتنا، قال أين عملوا أي حاجة بيعملوها بنعمل زيهم، قالوا عندنا نبي، نجيب نبي من وين؟ قال والله ما نمش معهم، قال ركوب راس أسفي بلد دي، يقول لك والله أبوي الشيخ ده إن خش جهنم أخوش معه، عرفت كيف؟ أمس خش معه، عرفت لأنك بليد. النبي عليه الصلاة ربنا أرسل لك رسول، يا اخي ربنا نسأل لك افضل انسان خلقه الله، قال لك محمد صلى الله عليه وسلم ما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، كلام واضح، لكن يمشي يباري العفن ويباري العواليك.
ويترك النبي صلى الله عليه وسلم. عشان كده ربنا بيزلهم، ربنا بيزلهم. يشرب موت الحمام بتاع الشيخ، الشيخ يبزغ يسيب بوزغ الشيخ، كويس معاك؟ يقول لك استاذك يا فقير كله ذليل حقير، واتبع لوك الصغير، لانك تركت شنو؟ طريق النبي صلى الله عليه وسلم. فنعرف يا اخواننا ما يجي زول قال الشهاده، عشان كده المشركين الاوائل فهموها عرفوها، عرفوا الشهاده معناها كده، معناها يتركوا الاصنام دي كلها يمسكوا في الله، كويس معاك؟ عرفوا الشهاده. قال اما مشركي اليوم، اما مشركي اليوم قال ديل امنوا بالشهاده، امنوا بالشهاده لفظا وكفروا بها شنو؟ معنى. اما المشركين الاوائل فديلك نطقوا الشهاده، ديلك ردوها، عفوا ردوا الشهاده لفظا ومعنى. ابو ينطق الشهاده وابو يلتزم معناه، لانه الشهاده دي ما نطق بس يا اخواننا باللسان، الشهاده شنو؟ ما نطق. تقول لا اله الا الله محمد رسول الله، وكان عتيرتها تقول يا البره يا الحقنا، لا لا كده لا اله انتهت. انتهت. الوضو مش عنده نواقض يا صوفي، الوضو مش عنده نواقض، ما يخرج من السبيلين. الشهاده دي برضه عندها نواقض، الوضو عنده، الشهاده ما عندها نواقض، كيف؟ عرفت كيف؟ عشان كده النبي عليه الصلاه والسلام قال من قال لا اله الا الله شنو؟ قال وكفر بما يعبد من دون الله، قال شنو؟ حرم ماله ودمه وحسابه شنو؟ على الله. الزول اللي بيقول لا اله الا الله، كويس معاك؟ عنده حاجتين اثنين. قال حرم ماله ودمه، عشان تعرف انه القضيه ما ساكت، عشان مترتب على امور ثانيه، البنطق الشهاده مترتب على امور ثانيه. عرفت كيف؟ فيبقى بنص هذا الحديث انه ما مجرد اللفظ فقد يكفي شنو؟ يكفي الشهاده، فلا بد ان تاتي بلوازمها، بان تصرف جميع العبادات لله جل جلاله. شنو؟ لله وحده لا شريك له. لانه الان كثير من خلق الله عندهم الفهم ده. يقول لك لا اله الا الله محمد رسول الله، خلاص يا مولانا. خلاص شنو؟ خلاص يا مولانا. ثاني بعد ده خلاص يشرب موت الحمام بتاع الشيخ، كويس؟ ينادي البرعي، كويس معاك؟ يمشي القبه، شيل عتوت مين يمشي القبه؟ كويس؟ يذبح لغير الله عز وجل. يذبح لغير الله عز وجل. يعمل اي انواع الشرك بالله سبحانه وتعالى ويعتبر نفسه انه خلاص نطق الشهاده، خلاص الموضوع انتهى. عرفت كيف؟ المنافقين ما كان بيشهروا الشهاده. المنافقين الزمان كان بيشهروا الشهاده، بل كان المنافق بيجي المسجد النبوي ويعمل نصيحه في الجامع. نصيحه عديل في الجامع جوا، لما نصحاه يبكوا، هو منافق كبير المنافقين. عرفت كيف؟ فلا بد يا اخوان ان تعرف المساله دي مهمه جدا، انه الموضوع ما موضوع نطق بالشهاده، لا بد تلتزم بشنو؟ بلوازم لا اله الا الله، بان تصرف جميع العبادات لله عز وجل وحده، وان تتابع النبي صلى الله عليه وسلم في كل صغيره وكبيره. وانا ان شاء الله اكتفي بهذا القدر، ذلك وصل اللهم وبارك وانعم على محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. واقدم شنو؟ اخونا الاستاذ محي الدين طه، فليتفضل مجزيه مشكوره.